بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا النهاردة بعنوان تقسيم قطعة مستقيمة. هنتكلم النهاردة عن تقسيم قطعة مستقيمة من الداخل ومن الخارج. أول حاجة، تقسيم قطعة مستقيمة من الداخل. لو كان عندي إذا كانت جيم بتقسم ألف ب من الداخل بنسبة لام اتنين إلى لام واحد، لو أنا عندي قطعة مستقيمة اسمها ألف ب وجيم بتقسمها من الداخل بنسبة لام اتنين إلى لام واحد، عايز أجيب أنا الجيم دي. عندي الألف إحداثيها سين واحد وصاد واحد، افترض إن إحداثي الألف سين واحد وصاد واحد والب سين اتنين وصاد اتنين، وعندي الجيم هسميها سين وصاد. لو أنا عايز أجيب الجيم دي يبقى الجيم هتساوي لام واحد، لام واحد في ألف اللي هي سين واحد صاد واحد، زائد لام اتنين في ب اللي هي سين اتنين صاد اتنين، على لام واحد زائد لام اتنين قال. طب لو انا عايز اجيب السين لوحدها وعايز اجيب الصاد لوحدها، سهل، يبقى ممكن نقول السين دي هتساوي لام واحد في سين واحد زائد لام اتنين في سين اتنين. يبقى لو انا عايز اجيب السين لوحدها هنقول السين هتساوي لام واحد سين واحد زائد لام اتنين سين اتنين على لام واحد زائد لام اتنين. طب لو انا عايز اجيب الصاد نفس الكلام بالظبط، يبقى الصاد هتساوي لام واحد صاد واحد زائد لام اتنين صاد اتنين على لام واحد زائد لام اتنين. دي في حالة التقسيم من الداخل. طب لو التقسيم من الخارج، في حالة اذا كان تقسيم من الخارج، لو انا عندي نفس الكلام بالظبط، جيم بتقسم الف ب من الخارج بنسبة لام اتنين الى لام واحد، يبقى انا عندي الجيم بتقسم الف ب من الخارج بنسبة لام اتنين الى لام واحد. الالف قلنا هنسميها سين واحد وصاد واحد، والب سين اتنين وصاد اتنين، والجيم سين وصاد، نفس الكلام بالظبط. يبقى هنقول الجيم هتساوي لام واحد في ألف اللي هي سين واحد صاد واحد، لام واحد في ألف اللي هي سين واحد صاد واحد ناقص، هنا قلنا ناقص، هناك في من الداخل كنا بنقول زائد، هنا من الخارج هنقول ناقص. يبقى لام واحد ألف ناقص لام اتنين ب على لام واحد ناقص لام اتنين. طب لو أنا عايز أجيب السين لوحدها والصاد لوحدها، هقول السين هتساوي لام واحد سين واحد، في الداخل كنا بنقول زائد، هنا من الخارج يبقى هنقول ناقص، لام واحد سين واحد ناقص لام اتنين سين اتنين على لام واحد ناقص لام اتنين، والصاد هتساوي لام واحد صاد واحد ناقص لام اتنين صاد اتنين على لام واحد ناقص لام اتنين. ناخد مثال على كده. مثال، إذا كانت ألف تساوي تلاتة وواحد والب تساوي تمانية وست، أوجد إحداثي نقطة، جيم التي تقسم ألف ب من الداخل بنسبة تلاتة الى اتنين، بنسبة تلاتة الى اتنين. وبيقول لك اذا كانت الف تساوي تلاتة وواحد وب تساوي تمانية وستة، اوجد احداثي نقطة جيم التي تقسم الف ب، التي تقسم الف ب من الداخل، من الداخل بنسبة تلاتة الى اتنين. احنا قلنا بنسبة يبقى لام اتنين الى لام واحد، طالما نسبة يبقى لام اتنين الى لام واحد. يبقى انا اول حاجة عايز اعرفها ايه هي اللام واحد بتساوي كام؟ اللام واحد هتساوي اتنين. طب اللام اتنين هتساوي كام؟ اللام اتنين هتساوي تلاتة. ماشي، يبقى هو عايز يجيب الجيم. احنا قلنا ان الجيم بتساوي لام واحد في الف زائد، طالما من الداخل يبقى زائد، لام اتنين في ب على لام واحد زائد لام اتنين، يعني هتساوي كام؟ هتساوي لام واحد، لام واحد قلنا بكام؟ اتنين في الف اللي هي تلاتة وواحد، زائد لام اتنين اللي هي بتلاتة في ب اللي هي تمانية وستة، على لام واحد اللي هو اتنين زائد لام اتنين اللي هي تلاتة. دي هتساوي كام؟ هتساوي الاتنين في تلاتة، اتنين في تلاتة بستة، ستة، والاتنين في واحد باتنين يبقى ستة واتنين، زائد تلاتة في تمانية بأربعة وعشرين،
وتلاتة في ستة بتمنتاشر، يبقى ستة واتنين زائد أربعة وعشرين وتمنتاشر على اتنين زائد تلاتة. هنجمع السينات مع السينات، ستة وأربعة وعشرين، ستة وأربعة وعشرين تلاتين، واتنين وتمنتاشر عشرين، يبقى تلاتين وعشرين على كام؟ على خمسة. تلاتين على خمسة، تلاتين على خمسة فيها الست، وعشرين على خمسة فيها الأربعة، يبقى جيم هتساوي كام؟ يبقى جيم هتساوي ستة وأربعة. ازاي ده بقى؟ طب انا عايز اجيب السين لوحدها والصاد لوحدها. تمام، احنا قلنا طالما عايزين نجيب السين لوحدها والصاد لوحدها ممكن نقول السين هتساوي سين واحد لام واحد سين واحد زائد لام اتنين سين اتنين على لام واحد زائد لام اتنين. تمام، يبقى لام واحد قلنا بكام؟ باتنين في سين واحد اللي هي بتلاتة، زائد لام اتنين اللي هي بتلاتة في سين اتنين اللي هي تمانية على لام واحد اتنين زائد لام اتنين تلاتة. ده كله هيساوي كام؟ اتنين في تلاتة بستة زائد تلاتة في تمانية، تلاتة في تمانية بأربعة وعشرين على ستة على تلاتة واتنين خمسة، يبقى أربعة وعشرين وستة على خمسة. أربعة وعشرين وستة يبقى تلاتين على خمسة، يعني السين هتساوي، يبقى كده السين هتساوي كام؟ تلاتين على خمسة فيها الستة، يبقى السين هتساوي ستة. طب عايز اجيب الصاد، الصاد هتساوي لام واحد صاد واحد زائد لام اتنين صاد اتنين على لام واحد زائد لام اتنين. ده هيساوي لام واحد اللي هي باتنين في صاد واحد اللي هي بواحد زائد لام اتنين بتلاتة في صاد اتنين اللي هي بستة على لام واحد زائد لام اتنين. ده كله هيساوي اتنين في واحد باتنين زائد تلاتة في ستة بتمنتاشر على تلاتة واتنين خمسة، يبقى الصاد هتساوي كام؟ اتنين وتمنتاشر عشرين على خمسة، يعني صاد هتساوي أربعة. يبقى أنا كده جبت النقطة، جبت السين هتساوي ستة والصاد هيساوي أربعة، يبقى الجيم هتساوي السين بستة والصاد بأربعة. يبقى أنا كده جبت جيم هتساوي ستة وصاد هتساوي أربعة. مثال تاني، إذا كانت ألف تساوي اتنين وأربعة وب تساوي ستة وسالب اتنين، أوجد إحداثي نقطة جيم التي تقسم ألف ب من الخارج بنسبة، التي تقسم ألف ب من الخارج بنسبة تلاتة إلى واحد. أوجد إحداثي إذا كانت ألف تساوي اتنين وأربعة وب تساوي ستة وسالب اتنين، أوجد إحداثي نقطة جيم التي تقسم ألف ب من الخارج، من الخارج بنسبة تلاتة إلى واحد. يبقى طالما قلنا بنسبة لام اتنين إلى لام واحد، يبقى أنا عندي أول حاجة عايز أعرفها هي إن اللام واحد هتساوي واحد ولام اتنين هتساوي تلاتة. لام واحد هتساوي واحد ولام اتنين هتساوي تلاتة. نشتغل على طول نجيب السين، سين هتساوي لام واحد سين واحد ناقص لام اتنين سين اتنين على لام واحد ناقص لام اتنين. مش احنا قلنا من الخارج، من الخارج يبقى الإشارة هتبقى سالب، يبقى لام واحد سين واحد ناقص لام اتنين سين اتنين على لام واحد ناقص لام اتنين. ده كله هيساوي ايه؟ لام واحد عندي بواحد في لام في سين واحد اللي هي باتنين ناقص لام واحد ناقص لام اتنين اللي هي تلاتة في سين اتنين اللي هي ستة على لام واحد ناقص لام اتنين. واحد في اتنين باتنين ناقص تلاتة في ستة بتمنتاشر على سالب اتنين، على سالب اتنين. يبقى سالب ستاشر، يبقى السين هتساوي سالب ستاشر على سالب اتنين. السالب هيطير مع السالب، يبقى السين هتساوي تمانية. ستاشر على اتنين فيها التمانية، يبقى السين هتساوي تمانية. طب الصاد، عايز اجيب الصاد، صاد هتساوي لام واحد صاد واحد ناقص لام اتنين صاد اتنين
على لام واحد ناقص لام اتنين، تمام. يبقى الصاد هتساوي لام واحد بواحد في صاد واحد اللي هي باربعة، ناقص لام اتنين اللي هي بتلاتة في صاد اتنين اللي هي بسالب اتنين على لام واحد ناقص لام اتنين. يبقى هتساوي او واحد في اربعة باربعة، وسالب في سالب بموجب، اتنين في تلاتة بستة على سالب اتنين، واحد ناقص تلاتة سالب اتنين. اربعة زائد ستة يبقى الصاد هتساوي اربعة زائد ستة يعني عشرة على سالب اتنين. من ده نعرف ان الصاد هتساوي سالب خمسة، الصاد هتساوي سالب خمسة. يبقى انا كده جبت السين بتمانية والصاد بسالب خمسة، اذا جيم هتساوي تمانية وسالب خمسة. يبقى انا كده عرفت ان الجيم هتساوي تمانية وسالب خمسة. مثال تاني، اذا كانت ألف تساوي ستة وتلاتة، وب تساوي واحد وتمانية، أوجد إحداثي نقطة جيم التي أوجد إحداثي نقطة جيم تنتمي إلى ألف ب، أوجد إحداثي نقطة جيم تنتمي لألف ب، بحيث أن تلاتة ألف جيم تساوي اتنين ب جيم، تمام. تلاتة ألف جيم يساوي اتنين ب جيم، وبيقول لك إذا كانت ألف تساوي ستة وتلاتة وب بتساوي واحد وتمانية، أوجد إحداثي نقطة جيم تنتمي لألف ب خط مستقيم، بحيث إن تلاتة ألف جيم هتساوي اتنين ب جيم خط مستقيم. يبقى التقسيم ممكن يكون من الداخل وممكن يكون من الخارج. تقسيم طالما خط مستقيم يبقى التقسيم ممكن يكون من الداخل وممكن يكون من الخارج. اول حاجة عايز اجيب النسبة، عندي تلاتة الف، تلاتة الف جيم بتساوي اتنين ب جيم، يعني بألف جيم على ب جيم هيساوي اللي جنب الجيم، اللي جنب الالف جيم هحط قصادها، واللي جنب البه جيم هحط قصادها. جنب الالف جيم تلاتة هحط قصادها، يبقى هنا تلاتة. جنب البه جيم اتنين هحط قصادها، يبقى الف جيم قصادها اتنين وبه جيم قصادها تلاتة. يبقى النسبة هي اتنين الى تلاتة، يعني لام واحد هيساوي تلاتة ولام اتنين هتساوي اتنين. يبقى لام واحد هتساوي تلاتة ولام اتنين هتساوي اتنين، لام واحد هتساوي تلاتة ولام اتنين هتساوي اتنين. اول حاجة اذا كان التقسيم، اذا كان التقسيم من الداخل، لو التقسيم من الداخل يبقى السين هتساوي لام واحد سين واحد زائد لام اتنين سين اتنين، لام واحد سين واحد زائد لام اتنين سين اتنين على لام واحد زائد لام اتنين، يعني هتساوي كام؟ هتساوي لام واحد قلنا بتلاتة في سين واحد اللي هي بستة، زائد لام اتنين اللي هي باتنين في سين اتنين اللي هي بواحد، على لام واحد زائد لام اتنين. تلاتة في ستة بتمنتاشر زائد اتنين على خمسة، يعني هتساوي عشرين على خمسة. عشرين على خمسة يعني هتساوي أربعة، يبقى السين هتساوي أربعة. طب الصاد هتساوي لام واحد صاد واحد زائد لام اتنين صاد اتنين على لام واحد زائد لام اتنين، يعني هتساوي كام؟ هتساوي لام واحد اللي هي تلاتة في صاد واحد اللي هي تلاتة زائد لام اتنين اللي هي باتنين في صاد اتنين اللي هي تمانية على لام واحد زائد لام اتنين، يعني هتساوي تسعة. تلاتة في تلاتة بتسعة زائد اتنين في تمانية بستاشر على خمسة، يعني هتساوي خمسة وعشرين على خمسة هتساوي خمسة. يبقى الصاد هتساوي خمسة. يبقى إذا كان التقسيم من الداخل، إذا كان التقسيم من الداخل فإن الجيم هتساوي
أربعة وخمسة. طب في حالة ما إذا كان التقسيم من الخارج؟ إذا كان التقسيم من الخارج. طب لو تقسيم من الخارج، عارفين احنا طبعا ان س هتساوي هي نفس الكلام بس بعكس الإشارة، لام واحد س واحد ناقص لام اتنين س اتنين على لام واحد ناقص لام اتنين، يعني هتساوي كام؟ هتساوي لام واحد اللي هي بتلاتة في س واحد اللي هي بستة زائد لام اتنين اللي هي باتنين في س اتنين اللي هي بواحد، دي هتبقى ناقص، يبقى تلاتة في ستة ناقص اتنين في واحد على لام واحد اللي هي تلاتة ناقص لام اتنين اللي هي اتنين، يعني هتساوي تمنتاشر ناقص اتنين على واحد، يبقى هتساوي تمنتاشر ناقص اتنين، تمنتاشر ناقص اتنين على واحد، يبقى هتساوي ستاشر، يبقى س هتساوي ستاشر. طب الصاد، هتساوي لام واحد صاد واحد ناقص لام اتنين صاد اتنين على لام واحد ناقص لام اتنين، يعني هتساوي كام؟ يعني هتساوي لام واحد اللي هي بتلاتة في صاد واحد اللي هي بتلاتة ناقص لام اتنين اللي هي باتنين في صاد اتنين اللي هي بتمانية على لام واحد ناقص لام اتنين، يعني هتساوي كام؟ يعني هتساوي تلاتة في تلاتة بتسعة ناقص ستاشر على تلاتة ناقص اتنين واحد، يعني هتساوي تسعة ناقص ستاشر على واحد، يعني هتساوي سالب سبعة، يبقى الصاد هتساوي سالب سبعة. يبقى إذا كان التقسيم من الخارج فإن جيم هتساوي ستاشر وسالب سبعة، بكده كنت هنا من درس النهاردة، أتمنى يكون الشرح عجبكم. لو الشرح عجبك استنى في الفيديو الجاي، ولو ما عجبكش استنى في الفيديو الجاي إن شاء الله يعجبك. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.